قبل ما أختم أعزي زميلنا محمد عزاوي اللي توفى والده اليوم، سوينا حلقة بخلاف محمد عزاوي بالغ التعازي. أنا أشعر بقيمة فقدان الأب بشكل جيد، يعني فقدت والدي ما كنت أحس بقيمته، كان اسمه مطشر بس كان يلمني بحياتي حقيقة، من راح اتطشرت. تفقدوا أبوكم وأمكم حتى لا تشعرون بالندم. عزاوي حبيبي بالغ التعازي، في مال